إذا بتحسوا إنه وشكم هيك ما فيه لمعة، منه جلوي من بعد ما تحطوا الميك اب، كتير ناشف، بدكم هيك شي يعطيكم جلو، يبين وشكم هيك صحي أكتر، رح أعطيكم هيك تب صغيرة كيف نخلي هيك الجلو تبرز أكتر بوجهنا. أكيد عم نحكي عن ناتشرال جلو، مش إنه لما يصير أويلي وجهنا، لا أكيد لا. أول شي بناخد برونزر، بنعبي البروش منيح بالبرونزر، نحطهم هيك على إيدنا، نحط معهم هيك دروب صغيرة من الهايلايتر هيك، حيالله ليكويد هايلايتر عندكم إياه، نرجع نعملهم هيك ميكس ميكس، ومنبلش نطبق هون محل ما بنحط بالعادة البرونزر. نزيد شوية هايلايتر إذا حسينا بدنا بعد، فينا نحط هون كمان، وهيك خلصت اللوك كله. مثل ما شايفين عطاني هيك البرونزي جلوي لوك، لك شي حلو.